تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من القاهره. من عناوين هذه الحلقه: مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الامم المتحده تقول ان ثلث الشعب السوداني يحتاجون الى مساعدات انسانيه في خطوه تهدف لتعزيز انفتاح دمشق على العالم. وهذا هو الخبر الثاني او الموضوع الثاني. وزير الخارجية السوري يصل تونس بعد زيارة للجزائر. وبعد قيام روسيا والصين والبرازيل بالاعتماد على عملاتها الوطنية وإنشاء تحالفات قوية فيما بينهم، هل تتراجع قوة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي؟ ومن العناوين إلى التفاصيل وإلى جولة لأهم وآخر وأبرز أخبار اليوم. اليوم وفي خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإلى متابعة أخرى، حيث حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد من عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية. وأعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عن قلقه بشأن آخر التطورات في الخرطوم، مؤكدا أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد الذين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأشار أيضا إلى أن المزيد من العنف سيجعل الأمور أكثر سوءا. ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد عاما بعد آخر. أعرب مفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس عن خيبة أمله الشديدة من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان الأحد. وقال في بيان له إن وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية والذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا أمس، بينما اشتدت الاشتباكات صباح اليوم. قالت الخارجية السودانية إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع، وأعلنها قوة متمردة على الدولة، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت الخارجية السودانية أن الوضع الراهن هو شأن داخلي، مضيفا أن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم. كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة تعتمد على استراتيجية قتالية تهدف إلى تقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة. تتواصل المعارك لليوم الثالث بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 100 مدني. لليوم الثالث تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تزايد الضحايا ليصل إلى نحو 100 في صفوف المدنيين حسب ما أفادت نقابة الأطباء. الجيش أكد أن الوضع مستقر والقتال محدود، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها بصدد الانتصار، وزعمت أنها سيطرت على المطار ودخلت القصر الرئاسي، الأمر الذي نفاه الجيش، وأكد أنه يسيطر على المقر العام لقيادته العامة، أحد أكبر مجمعات السلطة في الخرطوم. أما التلفزيون الرسمي فيؤكد كل من الطرفين السيطرة عليه، لكن سكان محيط مقر التلفزيون يؤكدون أن القتال متواصل، فيما تكتفي المحطة ببث الأغاني الوطنية. وفيما لا يبدو في الأفق أي وقف قريب لإطلاق النار، دق الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر، فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ السبت، وحذرت متاجر البقالة التي لا تزال مفتوحة من أنها لن تصمد أكثر من أيام قليلة إذا لم تدخل شاحنات المؤن إلى العاصمة. وعجزت الممرات الإنسانية التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة 3 ساعات بعد ظهر الأحد عن تغيير الوضع، فقد استمر سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم. وقرر برنامج الأغذية العالمي
تعليق عمله في السودان بعد مقتل 3 عاملين في البرنامج في إقليم دارفور بغرب السودان، فيما يحتاج أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليونا إلى مساعدة إنسانية. أكد سامح شكري وزير الخارجية أهمية التعامل مع النزاع السوداني باعتباره شأنا داخليا لا يجب التدخل فيه بأسلوب يزيد من حدة النزاع. كما أكد شكري ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مبرزا جهود الجامعة العربية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اتصالين أجراهما وزير الخارجية مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان لينغ داو. ويأتي الاتصال في ضوء مشاركة جيبوتي وجنوب السودان في الوفد الرئاسي المقرر إفاده إلى السودان من قبل هيئة إيجاد التنموية الإفريقية، إضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب السوداني سلفا كير استعداد البلدين للوساطة بين الأطراف السودانية. إذن أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان. المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أكد أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها. وأكد شكري خلال الاتصال على أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدي لوقف فوري لإطلاق النار. كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، وذلك للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية في السودان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية حرص شكري على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف النزاع، بما في ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخيرة. ومن جهتها أعربت وزيرة خارجية فرنسا عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح وسلامة المدنيين. أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، تبادل خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسبل وقف المواجهات العسكرية. وأعرب أبو الغيط عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي التكاتف والعمل معا، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة. وحرص أبو الغيط على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كافة المشكلات يمكن معالجتها من خلال الحوار. دعا وزيرا الخارجية الأمريكية والبريطانية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في السودان. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اجتماع له مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات. من جانبه دعا كليفرلي القادة العسكريين السودانيين إلى إعطاء الأولوية للسلام وإنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات. على جانب آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لأعمال العدائية وإعادة إرساء الهدوء والانخراط في حوار لحل الأزمة في السودان، حيث تدور منذ السبت الماضي معارك دارية بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما أدان غوتيريش بشدة اندلاع المعارك الدائرة في السودان، محذرا من أن أي تصعيد إضافي للنزاع بين الجيش والقوات وصفها بشبه العسكرية قد يكون مدمرا للبلاد والمنطقة. في القاهرة، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي متابعة جميع أحوال البعثة التعليمية المصرية بالسودان واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم سواء باستمرار بقائهم أو عودتهم. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الدكتور حجازي مع رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان. واطمأن وزير التربية والتعليم خلال الاتصال على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالسودان، موجها أفراد البعثة والطلاب لأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم. تضم البعثة التعليمية المصرية بالسودان
151 مدرسا واداريا تقدم خدماتها لاكثر من 1000 طالب سوداني، كما يوجد في السودان 35 طالبا مصريا اضافه الى 9 مدارس مصريه. هنأت السيدة انتصار السيسي قارنة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، أدام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة في حياتنا، كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة. هذا وقد احتفل المصريون بعيد الربيع وشم النسيم بتزامن مع شهر رمضان المبارك، وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا من المواطنين للاحتفال والتنزه، وحرصت إدارة الحديقة على توفير كافة السبل الراحة والرعاية للزائرين. احتفالا بعياد الربيع وشم النسيم، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة آلاف المصريين منذ 9 صباحا وحتى 2:30 عصرا للاحتفال بأجواء الربيع وشم النسيم داخل حديقة الحيوان بالجيزة. زرافة سوسن دي عمرها 12 عام، تاكل نباتي، تاكل برسيم، تاكل علف، تاكل شعير، تاكل عدس، تاكل لوبيا، دي كله اسمها عليه أجفة، وتاكل خضار، تاكل بطيخ، تاكل تفاح، تاكل بصل. احنا اساسا من الصعيد بس ساكنين هنا، فبنحب نيجي في شم النسيم نزور المكان ده. مكان حلو، فيه كذا جنينه، فيه حيوانات كتير متعدده. يعني اول ذكرياتنا للمكان ده اول ما اتجوزنا، اول مكان جينا قضينا فيه يعني الفتره الاولى من الجواز. احنا جايين نزور ان شاء الله، وبنسنا واهالينا وعيالنا، وده والد اختي وده ولدي وده نسيبي، وكلنا قريبين. حاجه حلوه والله، كويس عشان مكان جميل واحنا بنحبه، والاطفال طبعا كلها بتحبه، فاحنا عشان كده مكان واسع وجميل ومنظم، ونقدر ناخد راحتنا فيه واحنا والعيال، نقدر متعودين دايما عليه. رحلة جميلة، بنيجي كلنا الأسرة مع بعضينا زي ما انتم شايفين، وبنتغدى مع بعض، وبيبقى يوم جميل بصراحة. يعني خدمات جديدة تقدم للمواطنين داخل الحديقة، والتي تعد من أقدم حدائق الحيوان بمصر والشرق الأوسط، والتي تأسست عام 1891 وأول يعارق حدائق الحيوانات في إفريقيا. البدلات المائية دي تعتبر أول مرة تنزل في مصر، أول مرة، وبعدين في متناول الجميع في نفس الوقت، وبعدين من ضمن التطوير بتاع الجنينه، لان الحديقه هنا كانت محتاجه تطويرات كتيره، فموجوده البدلات اللي هي الكبيره دي، ده هي اللي هي العائله بمعنى اصح، وفي بدلات التانيه اللي هي الصغيره دي بيركبها اتنين بس. جايين نحتفل النهارده مع اخواننا المسيحيين بعيد الربيع بتاعهم، مع ان احنا صايمين يعني، عشان هم بيحتفلوا معانا. هي حديقة الحيوانات جميلة ومدهشة، وكل حاجة فيها حلوة بصراحة، حاجة روعة. فسحة جميلة وفيها حيوانات حلوة قوي وعجبتني، وانا على طول هاجي، والمركبة دي جميلة قوي. جو اسري وعائلي، وعشان الاولاد برضو تتفسح وتلعب وتغير جو وكده. سعادة بالغة على وجوه الزائرين صغار وكبار من كل محافظات مصر للاستمتاع بالربيع وشم النسيم داخل الحديقة. حرص كبير من المواطنين على الحضور الى حديقه حيوان الجيزه من كل محافظات مصر للاحتفال باعياد الربيع وشم النسيم، كونها اقدم وعارق حدائق الحيوان في مصر والشرق الاوسط وافريقيا. من داخل حديقه حيوان الجيزه، عبد الحميد صقر، النيل. يحتفل إذن المصريون اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. شم النسيم يعد من أهم الأعياد التي يجتمع الاحتفال بها كل المصريين باختلاف طوائفهم، ويؤكد المؤرخون أن الاحتفال بشم النسيم يرجع إلى ما يقرب من 5000 عام، وتحديدا إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية. وبمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة، وفرت وزارة الصحة عيادات متنقلة وسيارات إسعاف داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما قامت فرق طبية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لرواد الكاتدرائية بالمجان. في إطار احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وعياد الربيع، قامت وزارة الصحة بتوفير كوافل طبية وعيادات متنقلة بتخصصات مختلفة كالأسنان والباطنة والأطفال، وسيارة مجهزة لصحة المرأة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتوعوية لرواد الكاتدرائية على مدار الساعة. احنا موجودين النهاردة
داخل كاتدرائيه العباسيه للتامين الطبي، لان في توجيهات معالي الوزير ان احنا يبقى في تامين طبي في كافه التنزل المنتزهات ودور العباده. فاحنا النهارده موجودين معاهم، معانا عياده الاسنان، معانا الفريق الطبي على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا موجودين بنقدم كافه الكشف والخدمات العلاجيه اللي نقدر نعملها داخل العياده. لو لقينا الحاله تستدعي تدخل ذو تجهيزات اعلى بنعمل على طول تحويل على اقرب مستشفى موجوده لينا. هنا بيتعمل كل حالات بتاعه صحه الفم من تنظيف للجير وتلميع للاسنان، بنحط فلورايد لسطح الاسنان، بالنسبه للاولاد الصغيرين بيتعمل لهم كمان الفلورايد ابلكيشن، بيتحط لهم البرامج التوعويه بتاعتهم. الكبار لو في حاجه ان احنا نقدر نعملها بالنسبه للخلع او حشو بنعملها او إزالة جير ممكن احنا نقدمها في العيادة المتنقلة، ولو حاجة أكبر من كده ان احنا بنعملها ريفير لأقرب مستشفى موجودة. أي حالة فيها إصابة بعدوى أو إصابة بمرض شديد جدا بنتجه فورا ان احنا نقدم كافة الدعم الدوائي والدعم الصحي لكل مواطن متردد على الكنيسة الكاتدرائية المرسية بالعباسية. كما تم توفير فرق التواصل المجتمعي الذين يجوبون الكاتدرائية لتوعيات المواطن بالخدمات المتاحة وتوزيع هدايا تحمل شعار 100 مليون صحة تتضمن مستلزمات وقائية ومطهرات بالمجان. بنقدم رسائل توعوية للتغذية السليمة في الأعياد، الوقاية من الأمراض المعدية أثناء تجمعات الأعياد وكده، وكمان بنوجههم إن في عيادات معانا صحة مرأة وعيادات أسنان وعيادات كشف بطنة. وهي شكت في أي حاجة بنقدم لها خدمة إن إحنا بنعمل لها سونار الأول وبنحطها على جهاز الماموجرام ونبدأ نعمل لها متابعة إن طلعت في إيه؟ ما فيهاش أي مشكلة، بتيجي تعمل لنا كل 6 أشهر نطمن عليها. رواد الكاتدرائية من الأخوة الأقباط أثنوا على القافلة الطبية لما قدمته لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. شافوا ويقيسوا الضغط وبيكشفوا أسنان وكل حاجة. أنا شايفة خدمة الأسنان والبطنة، أنا شايفة عربيات تانية بس أنا بصراحة ما دخلتش، بس شايفة الناس فيها في تجمر عليها وفي خدمة كويسة مقدمة. اكتشفت أسنان وقالوا لي بينصحوني على حاجات إن أنا أعملها وكويسين جدا. العمل على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والتوعوية للإخوة الأقباط خلال أعياد الربيع من خلال القوافل الطبية على مدار الساعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تهيئة الأجواء المناخية الملائمة لهم خلال أعياد الربيع. محمد حلمي، النيل. وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بروتوكول تعاون يهدف إلى التمكين الاقتصادي لعدد من المستحقين في جميع المحافظات بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد، وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة. في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 600,000 دار رزق للفئات الأكثر احتياجا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان. الهدف منه إيجاد فرص عمل وتمكين اقتصادي لحوالي 2000 مشروع وبنبحث عنهم في القرى الأشد احتياجا. تكلفة التمكين كلها كأنها فلوس هتفضل شغالة إن شاء الله تجدد نفسها، العائد بتاعها يرجع للناس تانية تشتغل، فهم لألفين بداية بألفين مواطن في القرى الأكثر احتياجا إن شاء الله. 600,000 باب رزق دي المفروض إنها إن شاء الله هتبتدي بعد عيد الفطر مباشرة، دي هنستهدف بيها إن يبقى فيه 600,000 باب رزق وتمكين اقتصادي يتفتحوا للمواطنين في مختلف المحافظات. يأتي بروتوكول التعاون بين حياة كريمة والأرمان بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. بنوعدكم إن شاء الله خلال سنة نبقى في نتائج لهذا البروتوكول بتوفير أكثر من 3,000 أو 4,000 فرص عمل إن شاء الله من خلال توفير مشاريع صغيرة للأسر المنتجة. الفكرة مش فكرة بس اللي احنا بنساعد الأسر الأكثر احتياجا، لكن اللي احنا بنحول المساعدات دي لعمالة
وان هم يبقوا اد فاليو او يمكن يبقوا هم اضافه للمجتمع مش بس يبقوا مستهلكين. دي مبادره بقى القادمه دي للتمكين الاقتصادي ان احنا نبدا نفتح للناس افاق عمل، لان فعلا كل المصريين بيحبوا الشغل وكلهم انا عايز مصدر رزق، ساعديني انا الاقي مصدر رزق. شراكه تعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنميه وتطوير القرى الاشد احتياجا والحد من البطاله بما يتماشى مع خطط التنميه التي تشهدها الدوله في شتى المجالات. تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار معرض ذاكرة عمارة وعمران القاهرة من العام 1881 إلى 1954 وذلك في مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة معرض يعد بمثابة رحلة رصد للمناطق التراثية في مصر ليعكس المدارس المعمارية المختلفة قديما وحديثا. هذا المعرض نظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار ويأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث. النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للتراث، وده معرض بيوثق أعمال لجنة حفظ الآثار العربية والإسلامية، ودي لجنة كان لها دور كبير جدا في الحفاظ على تراثنا وآثارنا، وبدأت من سنة 1881 وانتهى عملها في 1954، وتركت لنا توثيق كبير جدا لمعظم آثارنا الإسلامية. واحنا كجهاز بنعتبر ان احنا امتداد لعمل اللجنه، احنا النهارده كجهاز دورنا ان احنا نحافظ على تراثنا المعماري والعمراني، نوثق بخرائط المواقع التراثيه وازاي نحميها ونحط لها ضوابط للعمران داخلها. المعرض يعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق للحفاظ على الآثار والحفاظ على المحيط العمراني لها، بالإضافة إلى جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري. معرض طريقته وفي إعداده يعني منهجه كويس جدا، وطريقة العرض خلت انه المتفرج يعرف التتابع ابتداء من تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية من ايام الخديوي دنية اللي كانت ايام الخديوي اسماعيل، ثم التأسيس الفعلي ايام الخديوي توفيق، ثم من هم الذين اشتركوا من مصريين او اجانب في ادارة هذه اللجنة. هذه الفترة تعتبر من اغنى فترات في تاريخ مصر في عملية الحفاظ على التراث الإسلامي، ليس في القاهرة فقط ولكن على مستوى المملكة المصرية في ذلك الحين. طبعا برعاية طبعا الأسرة المالكة اللي كانت موجودة، فنتج لهذا أن في مجهود كبير كان محطوط في هذا المجال. لولا نشاط اللجنة حفظ الآثار العربية كان ممكن جدا كثير من هذه الآثار تكون غير موجودة الآن. يحتفل العالم باليوم العالمي للتراث في 18 من أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو من أجل حماية التراث الإنساني في جميع أنحاء العالم. يأتي هذا المعرض ليطوف بك داخل مصر بأكملها لترى الثراء والتنوع الثقافي ويبرز المدارس المعمارية المختلفة، ما يؤكد أن التراث الثقافي جزء أساسي من الهوية الوطنية لمصر بتاريخها وحضارتها. أسمى حسن، النيل. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس البنك الأوروبي فيرنا هايا الخطوات المقبلة لتنفيذ محور الطاقة وأيضا التوسع في آليات دعم القطاع الخاص. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو. كما التقت المشاط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث تم التباحث بشأن الأدوات المالية المختلفة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أكد وزير البترول طارق الملا ضرورة استحداث طرق غير تقليدية للتغلب على تحديات التناقص الطبيعي للإنتاج، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من جهود زيادة الإنتاج. وشدد الملا على أهمية التنسيق بين الشركات من خلال استخدام التسهيلات المتاحة بمنطقة الصحراء الغربية التي تعد أحد أهم مناطق الإنتاج البترولي في مصر. وقال إن استراتيجية الوزارة لتعظيم العمل والإنتاج تهتم بكافة عناصر المنظومة البترولية لدورها الهام اقتصاديا وخدميا. وقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي داخل الهيئة. المكتب الجديد يوفر خدمات السجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتيح أيضا خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية، بما يسهم في الترويج للمشروعات التجارية اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية. نهاية الجولة، أولى حواراتنا في هذه الحلقة بعد الفصل.